حقيقة إفيهات توفيق الدقن لسه عايشة معانا لحد دلوقتي، مدرسة في الأداء الفني، في الكوميدي وفي التراجيدي، حالة فنية مهمة جدا وعظيمة جدا في تاريخ الفن المصري. خلونا نتكلم مع حضراتكم عن أهم المحطات الفنية في حياة الفنان الكبير توفيق الدقن. معانا دلوقتي على الهواء المؤرخ الفني الأستاذ محمد شوقي. صباح الخير على حضرتك أستاذ محمد. صباح الخير أستاذ محمد، وصباح الخير أستاذ بسنت، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. زي ما شفنا في التقرير دلوقتي محطات كده ومجموعة من الأدوار والإفيهات اللي عمرنا ما هننساها لتوفيق الدقن، من لاعب كرة قدم لموظف في السكة الحديد لفنان كبير ساب بصمة في تاريخ الفن المصري. أهم المحطات في رأيك في حياة الفنان توفيق الدقن؟ طبعا توفيق الدقن فنان كبير جدا وله علامة مميزة في تاريخ السينما والمسرح وميكروفون الإذاعة وشاشة التلفزيون. ويمكن أهم محطة أو بداية المحطة المهمة في حياة الشرير الظريف توفيق الدقن كان من خلال ميكروفون الإذاعة في المسلسل الإذاعي الشهير مسلسل سمارة، وكان قايم بدور المعلم سلطان. الناس حبته من صوته، وهذا المسلسل التف حوالي الشارع المصري قاطبة، كان مسلسل جماهيري وعرفوا الناس كلها توفيق الدقن. ومن بداية مسلسل سمارة المسلسل الإذاعي عرفت السينما ان في فنان كبير هيطرق ابواب السينما ويقدم مجد سينمائي عريق، وقد كان السينما فتحت الابواب كلها لتوفيق الدقن على مصراعيها، فقدم بعد كده افلام كتير جدا لغايه ما جه فيلم ابن حميدو سنه 58. فيلم ابن حميدو بيعتبر البدايه الحقيقيه في تاريخ توفيق الدقن في السينما، لان قدم قبل كده كام فيلم لكن كانت ادوار بسيطه، لكن فيلم ابن حميدو يعني الفيلم نجاح عظيم، اكتسح جدا وحقق اعلى ايرادات في ذلك الوقت. بدأت الناس كلها تعرف توفيق الدقن في خلال أدوار السينما من خلال الدور الشرير الظريف الشرير الكوميدي، خاصة الإفيهات يعني صلاة النبي أحسن، البازفندي، وطبعا بعد كده أفلام سر طاقية الإخفاء كمان كان بطولة مشتركة مع الفنان الكبير عبد المنعم إبراهيم، وأفلام كتير جدا وأدوار متعددة. الجمهور حب توفيق الدقن وأصبح الورقة الرابحة في معظم افلام السينما المصريه منذ ذلك التاريخ. طيب انا يعني كمان عرفنا ان هو في البدايه خالص في بداياته ما كانش عارف اصلا ان هو جواه ممثل، ما كانش يعرف الحته دي، واكتشفته ممثله اسمها روحيه. مين هي الممثله دي؟ وهو يعني ازاي كمان فكره انه موظف في السكه الحديد ولاعب كره قدم شكل جواه الشخصيات بقى اللي احنا شفناها على الشاشه؟ دي مهمة جدا يا أستاذة بسنت، فعلا أحب أقولها، لأن فعلا كان من خلال هو كان رجل رياضي جدا، كان بيلعب كورة وما كانش في دماغه نهائي السينما ولا عمره راح سينما. فطبعا كان في مسرح في المنيا في محافظته اللي هو منها، فطبعا كان في عرض مسرح، فهو كان في النادي جنب العرض المسرحي النادي اللي بيلعب فيه، فتغيب أحد الأصدقاء فيه على المسرح، فطبعا راحوا له قالوا له تعالى اقف مكانه، قال له لا أنا ما أعرفش أمثل، أنا ماليش دعوة. فالناس قالوا له أو أصدقاء قالوا له ده في ممثلة موجودة هنا في المسرح شافتك، قالت ده هاتوا الولد ده. طب هي تعرفني مين؟ فهي كانت موجودة في الوقت ده، لأن كان ساعتها في الفنانين كانوا بيجوبوا المحافظات لاستشفاء المواهب، فهي كانت موجودة بالصدفة. فشافت توفيق الدقن فحست ان ده فنان. طبعا الفنانه الكبيره روحيه خالد هي احدى اهم نجمات الاربعينيات في القرن الماضي. صحيح. وقدمت افلام كتير ابيض واسود، وكان اخر افلامها فيلم للحب قصه اخيره، وانا وانت، وساعات السفر مع نيلي ويحيى فخراني. وهي طبعا الفنانه لها باع كبير في تاريخ المسرح والسينما، واكتشفته وقف على المسرح وادى الفصل الثالث من المسرح، وحس بحاجه غريبه جدا، حس بتسقيف الجمهور المسرح افضل بكتير من تسقيف الجمهور في الملعب. لان هو كان بيقول ان تسقيف الجمهور على في الملعب لقوتي، انما تسقيف الجمهور على المسرح لموهبتي. فحس ان ده صح جواه توفيق الدقن الفنان. ومن هنا اكتشف ان هو ممثل كبير وانه بيحب التمثيل، وبعد كده بدات رحلته في مجال العمل
ثم مجال التمثيل اللي اصبح فيه فنان. بس المسرح كانت محطه مهمه جدا في حياه توفيق الدقن، خصوصا المسرح الحر والحديث، ومع بدايات كمان فنانين كبار زي عبد المنعم ابراهيم وعبد المنعم مدبولي واسماء كبيره جدا كانت موجوده. توفيق الدقن على خشبه المسرح غول تمثيل، لانه المسرح دايما بيكشف مهارات الاداء للممثل. شايف اداء توفيق الدقن على المسرح ازاي، وازاي اختلف عن ادائه في السينما او في التلفزيون؟ طبعا زي ما قالت السيده المسرح العربي السيده سميحه ايوب، قالت كان توفيق الدقن بيبهرنا واحنا امامه على خشبه المسرح. وهي عملت معاه اكثر من مسرحيه، ومن اهم مسرحيات توفيق الدقن مسألة الفرافير، سكه السلامه، السلامه لسعد الدين وهبه، لسعد الدين وهبه، وسكه السلامه، وبدايه ونهايه للاديب العالمي نجيب محفوظ قدمها على المسرح حسب ابو روس، قام بهذه الشخصيه اللي قدمها فريد شوقي في على السينما. اعمال مسرحيه غزيره وجميله جدا، وادوار مركبه، وكان بيقف يبكي الجمهور على خشبه المسرح، خاصه في مسرحيه سكه السلامه اللي ابكى الجمهور، حتى انه ابكى الفنانين اللي معاه على خشبه المسرح وهو بيأدي مشهد يعتبر من المشاهد الصعبه جدا والمعقده في على خشبه المسرح، في مشهد في مسرحيه سكه السلامه. طبعا هو كان استاذ وجود تمثيل في المسرح القومي، خاصه في جميع مسرحياته، كوميدي، تراجيدي، كل الادوار كان بيأديها بمنتهى البراعه والاتقان، وما تعرفش كان ده فنان كوميدي ولا تراجيدي، هو اجاد كل الادوار جدا، وسواء في المسرح او السينما او الاذاعه. طيب انا عايزه اقول على حاجه بقى. دلوقتي معظم الفنانين لما تيجي تسالهم يقول لك انا ساعات بخاف اعمل ادوار الشر كل الوقت عشان خاطر الناس ما تكرهنيش، لكن توفيق الدقن كان عنده كده خلطه لوحده، وهو كان كل الناس بتحبه برغم انه كان فعلا بيقدم كل ادواره او معظم ادواره تقريبا شر، وإفهاته لسه عايشه لغايه النهارده. ازاي شايف يعني الإفهات اللي لسه عايشة لغاية النهاردة دي وأصبحت علامة من علامات يمكن السينما المصرية؟ هو يعني أنا أشوف إن توفيق الدقن كان من الناس اللي كان بيحب قوي يحط التاتش بتاعه، وده من خلال الإفهات. ما كانش في حاجة في السينما قبل كده اسمها إفهات، يمكن كان بيبقى لازمة زي عبد الفتاح القصري، ستيفان روسكي، الناس العظيمة دي. لكن الإفهات بمعنى كلمة إفهات كان هو يمكن هو أول من صنع الإفيه السينمائي من خلال افلام كتير زي دوره في الباز افندي في ابن حميده، وقالوا يا امم، وهمبكة، وصلاه النبي احسن، هذه الافيهات والعلبه دي فيها ايه؟ فهذه الافيهات كانت افيهات مرتبطه جدا بتوفيق الدقن، وكان الجمهور بيحب الجمهور كان بيرددها. يعني لغايه دلوقتي هذه الافيهات بتردد، يعني بيتم ترديدها الى وقتنا هذا. بس هو ما كانش كمان خايف انه يقدم ادوار الشر؟ يعني هل في اي حاجه كانت بتقول هو بيخاف من ادوار الشر، خايف الناس ما تحبهوش؟ لما لقى الاستحسان ده من الناس كمان حس بايه؟ هو طبعا الجمهور طبعا في البدايه كان ادوار الشر دي كانت صعبه جدا بالنسبه لاي فنان، يعني هو كان بيمشي في الشارع الجمهور كله بيجري وراه. يعني بيجري وراه لانه شرير. وهو كمان قدم مدرسه استاذ محمد زي مدرسه محمود المليجي نقدر نقول كمان، وبعد كده عادل ادهم، فكره الشرير اللي هو ممكن في لحظه من اللحظات تتعاطف معاه، يعني هو مش شرير على طول الخط، لا هو انسان في النهايه وممكن تتعاطف معاه في الادوار اللي بيلعبها. احنا اتكلمنا مع حضرتك عن ميكروفون الاذاعه، اتكلمنا على خشبه المسرح، شاشه السينما، كمان الدراما التلفزيونيه كان ليها نصيب، وهو يعني صولات وجولات في اعمال دراميه ومسلسلات لسه عايشه في ذاكره المصريين. شايف ابداع توفيق الدقن الدرامي في المسلسلات ازاي؟ هو طبعا في الاعمال التلفزيونيه قدم اعمال غزيره جدا كمان، يعني من بدايه الارسال التلفزيوني حتى وفاته كان غزير الانتاج في المجال التلفزيوني، وعمل مسلسلات تلفزيونيه جماهيريه حتى المسلسلات التاريخيه. يعني هنشوف توفيق الدقن كان استاذ في المسلسلات التاريخيه، وكان بيجيد التمثيل باللغه العربيه الفصحى طبعا بمنتهى الطلاقه.
يعني مش ممكن ننسى دوره في مسلسل جمال الدين الافغاني، وفي مسلسلات دينيه كثيره، وكمان دوره مع في مسلسل مع النجم الزعيم عادل امام في طبعا. مسلسل احلام الفتى الطائر. هو عمل مع عادل امام على فكره ثنائي فني كثير، سواء في السينما او في السينما او في الدراما. وكمان عايز اقول حاجه مهمه جدا توفيق الدقن، ان توفيق الدقن اصبح علامه مميزه وبارزه وهيفضل عايش معانا كمصريين افهات وعايشة أعماله الدرامية سواء في المسرح أو السينما والتلفزيون، علامة فارقة في تاريخ الفن المصري الراحل الكبير توفيق الدين. بنشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات عن مسيرة وسيرة توفيق الدين المؤرخ الفني الأستاذ محمد شوقي. صباح الخير على حضرتك.